في هذه الندوة المخصصة لتباحث واقع عمالة النساء في القطاع الفلاحي ضمن المؤتمر الخامس للحركات الاجتماعية في تونس، تنشد المشاركات والاعتراف بحقوقهن وتطالبنا بالإنصاف وبالمساواة في الأجر مع الرجال وبنقل آمن وضمان صحي. لكن أوكد الأولويات هي تطبيق المرسوم الرئاسي الأخير عدد 4 الصادر هذا العام بعد سياسة من المماطلة والتسويف كما تقول نساء الفلاحات. حق المرسوم، أنت ماك نزلت مرسوم ولا أعطيهولي نفذ، ما تخليش حبرا على ورق، نحب المرسوم هذا كي يتنفذ اليوم، معناها ما تخلينيش ساكته وتستبلهنا وتسكت ونسيها ضمه طبقه هشه لازم دائما نعفسوا لهم، نسيها ضمه ماهوش طبقه هشه. قداش عندنا من عام واحنا نطالبوا حقوقنا ما تنفذ حتى شيء وما تطبق حتى شيء، تمشي المسؤول يقول لك هاو راس الشهر باش تهبط اوامر ترتيبيه وباش تصير تسويه. تمشي تطالب على امن لائق على نقل لائق باش تمشي للفلاحه يقولوا لك هاو باش نوفروا لك راس الشهر نقل لائق. كلها وعود واهيه. ولا يمكن الحل وفق المنتدى الاجتماعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سوى بإقرار سياسات فلاحية عادلة وهيكلة كاملة للقطاع الفلاحي ومقاربة اجتماعية واقتصادية بالتوازي مع المقاربة القانونية والتشريعية بعد تواتر حوادث النقل بأرقام يصفها قسم المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بالمفزعة والكارثية. اليوم كي نحكيوا على الحوادث نحكيوا على تقريبا 85 حادث اليوم من 2015، نحكيوا على 948 جريحة ونحكيوا على 64 حالة وفاة، أرقام مفزعة وكارثية. وفي المقابل النصوص موجودة ولكن لليوم نصوص غير كافية وغير قابلة للتطبيق. وللتذكير فإن المرسوم الرئاسي الأخير عدد 4 الصادر في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ينص على تمكينهن من الانتفاع بنظام التأمين على المرض وجرايات العجز وتأمينهن ضد حوادث الشغل. أما مشروع قانون المالية لعام 2025 فقد نص على إحداث صندوق حماية اجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. على الرغم من جهود السلطات ومنظمات المجتمع المدني يبقى واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس في حاجة إلى أكثر من مؤتمر أو وقفة احتجاجية أو قانون جديد، فيما تبقى التشريعات راهنة تنفيذها على أرض الواقع حتى يتحول الحبر على الورق إلى ابتسامات على وجوه الكادحات. إينس فرادي، اليوم، تونس.